ولعبت أبو غزالة للملكية الفكرية وهي تعد أكبر شركة خدمات فكرية في العالم العربي والتي تمارس خدمات الحماية الفكرية لحوالي نصف الشركات العالمية 500 الأولى حسب تصنيف فورتشن بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الأخرى دورا فاعلا في العالم العربي لتنبيه المسؤولين الحكوميين وقطاع الشركات للفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن جنيها من خلال زيادة احترام حقوق الملكية الفكرية. كان بدك تقول من أكبر خمسة أنا سعيد، ولكن هنالك من يقول بأننا الشركة الأولى في العالم وليس من بين الخمس الأول. نحن والمعايير هي أننا إذا أخذنا المعايير التالية نحن رقم واحد. عدد المكاتب في الدنيا، ليس هنالك شركة ملكية فكرية في العالم عندها 45 مكتب. نحن أكثر المكاتب عددا. إذا أخذت عدد الطلبات التي نسجلها يوميا في العالم نحن نأتي رقم واحد. إذا أخذت عدد الموظفين الموجودين والمتفرغين للعمل في الملكية الفكرية على مستوى العالم نحن نأتي رقم واحد. إذا أخذت عدد ما قمنا به منذ تأسسنا إلى اليوم، يعني التاريخ ما قمنا به مجموع ما قمنا به من عمليات حتى الآن نأتي رقم واحد. فبكل المعايير التي يمكن تحسبها، ولكن احنا نعتز بانه قبل كل ذلك نحن نوعيا رقم واحد. يعني المعايير المادية والرقمية كلها مستكملة، ولكن اهم من ذلك ان هنالك مؤسسة عربية استطاعت، عربية، واركز انها مؤسسة عربية مش طلال ابو غزالة. طلال ابو غزالة لا لا انا قاعد معك، لا، والعمل يسير وليس لي دور فيه. هذه المؤسسة العربية بكفاءة رجالها العرب وكلهم عرب استطاعوا أن يقوموا بإخراج شركة للعالم تقول بأن العرب لا يقلون بل يتفوقون على نظرائهم في المهن وفي التخصصات المتفوقة في العالم. وطلال أبو غزالة الذي يلقب بأبي المجامع المهنية العربية والمعروف بعشقه لوطنه وأمته كرس الكثير من مشاريعه لتنمية وتطوير المؤسسات المهنية وكل ما فيه مصلحة وخدمة المجتمعات العربية. كما استطاع أبو غزالة من خلال تميز نشاطاته الاقتصادية والكفاءة العالية في العمل أن يقرب العالم الغربي من الدول العربية. He is the most remarkable communicator. He is a great ambassador for the Arab world. And طلال أبو غزالة هو الرجل المميز على مستوى العالم على قدرته بالتواصل مع العالم الخارجي بكفاءة وتميز ملحوظين، حيث يعتبر طلال أبو غزالة من أبرز وأذكى الشخصيات العربية التي عرفتها في حياتي أثناء عملي بوزير الدولة للشؤون الخارجية والقوات المسلحة وعضو مجلس الوزراء البريطاني السابق. فأنا برأيي أنه سفيرا للعرب، فهو معروف في جميع العالم كرجل فلسطيني عصامي يؤمن بالقوانين ويحترمها ويلتزم بها ويعمل على تطوير وترسيخ القوانين والمعايير المتعلقة بمهنة المحاسبة والتي تعتبر من أساسيات ودعائم الاقتصاد والتطور في كافة المجالات. وفي هذا المجال أود أن أشير هنا إلى أنني تعرفت على طلال أبو غزالة على قضايا وتطلعات الشعوب العربية، وأنا حقيقة أشكره على ذلك. فقد استطاع أبو غزالة أن يعرض لنا المنطقة العربية بصورة واضحة وشفافة، خصوصا في القضايا المصيرية التي تتعلق بكثير من دول المنطقة، وأذكر هنا القضية الفلسطينية التي تشكل جزءا هاما في حياة وعمل سفير العرب طلال أبو غزالة. Of business in the Arab world, throughout the Arab world. It's a remarkable achievement. ولا يقتصر التفوق وتميز أبو غزالة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي فحسب، بل كان له دور كبير في مجال التعليم والتدريب والتأهيل البشري المستمر. Oh, I see him going very far in the field of education.
إن طلال أبو غزالة يخطو خطوات ثابتة في مجال التعليم الذي يشكل ركنا هاما في أولويات طلال أبو غزالة الذي يسعى دائما إلى تسخير معظم خططه وبرامجه لخدمة التعليم. لهذا فقد عمل طلال أبو غزالة على تأسيس مركز طلال أبو غزالة للأبحاث والدراسات في الجامعة التي أنا أستاذ المحاسبة والتدقيق بها في نيويورك منذ عام 88، وذلك بهدف المساهمة في تطوير مهنة المحاسبة في الوطن العربي من خلال تزويد القائمين عليها بالأبحاث والمعلومات. فشخصية طلال أبو غزالة تؤمن بأهمية تدعيم وترسيخ مهنة المحاسبة في المنطقة العربية كعامل أساسي نحو التطور والتقدم والنمو، ونحن نعمل معا حاليا على تأسيس جامعة طلال أبو غزالة للإدارة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث سيتم تدريس المواد فيها باللغة الإنجليزية وفقا للمنهاج الأمريكي. وستكون هذه الجامعة رائدة ومميزة في الشرق الأوسط، ليست فقط في مناهجها بل بأسلوبها المتطور والمتقدم، حيث تمكن الطالب الخريج من هذه الجامعة الدخول مباشرة إلى حقل العمل دون حاجة لسنوات الخبرة التي تعتبر العائق الرئيس في وجه معظم الطلبة حديثي التخرج. We are still at the early stages of the planning. إنشاء موقع لمنظمة التجارة العالمية باللغة العربية على شبكة الإنترنت كثمرة من ثمار التعاون المدروس والمتواصل بين الطرفين يعد خطوة رائدة وسباقة لتسخير خدمات الإنترنت لغير المتحدثين باللغة الإنجليزية من فهم ومتابعة التطورات في منظمة التجارة العالمية. وسنطلق لأول مرة مشروع المنتدى العربي لإدارة الإنترنت. الآن الحديث هو حول كيف ستحكم وتدار الإنترنت، وسيبحث هذا الموضوع في قمة تونس. نريد أن يكون لنا دور في صياغة هذا القرار، ولذلك أنا ناديت الخبراء والمسؤولين لنلتقي لنتحاور ولنضع صيغة عربية، ولا يكون لنا رأي كما هنالك رأي أوروبي ورأي شرق آسيوي وإلى آخره. فنحن نريد وبشكل خاص فيما يخص إدخال الأحرف العربية كلغة للإنترنت، وهذا موضوع سنحارب وحاربنا فيه وقطعنا أشواط بعيدة، ونأمل أنه إن شاء الله يوم من الأيام قبل نهاية عام 2006 يعني العام القادم نعمل معك لقاء لنعلن أن اللغة العربية أصبحت لغة إنترنت عالمية.